أحدثكم فارس عوض معلقا على هذه المباراة، واليوم نحن على موعد مع مباراة مانشستر سيتي ضد برشلونة. معكم فارس عوض من الملعب للتغطية والتعليق على مجريات مباراة اليوم ولننتظر منها الكثير. كرة بينية مستحيل، الله على الكرة، على اللعبة، شوف وتعلم، الله على النهاية، على الأسلوب. المتعة حاضرة في مباراة اليوم. كيسي ليوناردو سيلفا، اوهو المدافع خلصها بشكل سليم، شوف الذكاء في اللعبة الماضية. ابعد الكرة من مناطق الخطر، فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. كرة الى الامام، ليفاندوفسكي كرة إلى الأمام، كرة بينية فيها خطورة الآن، تحكم ممتاز، عنده فرصة التمرير، تصدي كبير لحارس كبير، يا رب الله عليك، تصدي ممتاز من الحارس في الكرة، تمر لقطة تلعب بالأعصاب، كرة في المرمى، يا سلام يا سلام، بدا الكلام، يا الله على هذا الهدف. هدفين مقابل لا شيء الان، بينية مثالية خلف المدافعين، أمام مساحة، الله على الكرة، الله على اللعبة، الله على اللمسة، الله على الهدف. في المرمى مرت، في المرمى عدت، الكرة في الشباك، يا الله، أي دراما، أي ليوناردو سيلفا، الحكم يحتسب كرة ثابتة وخطأ. جوردي ألبا، اعتراض للكرة، شوف الكرة مقطوعة، ليوناردو سيلفا تمريرة باتجاه الجناح، محاولة خطيرة، ابعد الخطورة عن منطقته، برناردو سيلفا كرة مقطوعة تتخلص بشكل ممتاز، استخلاص الكرة وإيقاف المحاولة، حكم يطلق صفيرة ينهي الشوط الأول.